بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المتابعون، مشاهدين الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. تحية صباحية جميلة في هذا الصباح المميز، صباح يوم الاثنين 27 من يناير 2020، ضمن هذا المهرجان السنوي الكبير لسباقات الهجن العربية الأصيلة على سيف حضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله ورعاه. اليوم هو يوم الكبار وانطلاقات أشواط الحيل والزمول لأبناء القبائل من 8 كيلومترات في صباح هذا اليوم، نقلا حيا مباشر عبر شاشات قناة الريان الفضائية وقنوات الدوري والكاس من هنا من أرض ميدان التحدي بمنطقة الشحانية. نرحب بكل عشاق الأصالة في الخليج المتابعين والحاضرين هذا المهرجان الكبير. بداية، قبل أن أشرع في تعداد المراكز الخمسة في هذا الشوط الرئيسي الخاص بالزمول، أهني صاحب المركز الأول في شوطنا الأول قبل لحظات، سندباد قطر صالح بن حمد آل قمر النابت، الذي حقق مع المسك ناموس الشوط الأول وانتزع الشوط الرئيسي انتزاعا موفقا، مهديا عشاق شعار سندباد قطر أول نواميس الفترة الصباحية الخاصة بالحيل الإنتاج. على بركة الله، وقبل قرابة تقريبا دقيقتين ونصف انطلق هذا الشوط الرئيسي الخاص بالزمول 8 كيلومترات مع هذه الأسماء، شوط خاص بزمول الإنتاج وفحول المستقبل. انطلق على بركة الله هذا الشوط، له جائزة سيارة تويوتا لاند كروزر بيك أب، والمركز الأول مع صدارة ومقدمة هذا الشوط شعار ينطلق، شعار الزعبي على المركز الأول خالد بن حمد بن عبد الله الزعبي على المركز الأول على صدارة ومقدمة الشوط. المركز الثاني، المركز الثاني ينطلق بالمركز الثاني، صاحب المركز الثاني هو شاهين عبد الهادي بن حمد بن ترحيب بن نايف الهاجري على المركز الثاني. المركز الثالث يتواجد شعار قادم من ميدان الشهيد فهد الأحمد الصباح، وهذا هو ريسينج على المركز الثالث بشعار سعود بن ناصر بن حسين العجمي على المركز الثالث. المركز الرابع، المركز الرابع في رابع المراكز نشوان عبد الله بن محسن بن راشد الشهواني الهاجري. المركز الخامس، نتابع المركز الخامس مع هذه الأسماء وهذه الشعارات المنطلقة والمندفعة من 8 كيلومترات بحثا عن تحقيق أول نواميس الفترة الصباحية في هذا اليوم. ذيبان على المركز الخامس للسيد صالح بن عمير بن عرار الرمزان النعيمي. هذه النتيجة متابعينا مشاهدينا الكرام، نداؤنا الأول لهذه المجموعة التي انطلقت واندفعت في هذا الصباح الجميل، هذا الصباح المميز ورحلة البحث عن الناموس. غير شعار بن نايفة على المركز الأول على صدارة ومقدمة الشوط، شاهين عبد الهادي بن حمد بن ترحيب بن نايفة الهاجري على المركز الأول في هذا الصباح المميز، بتابعة زميلنا الإعلامي المميز مبارك بن نايفة اللي يتابع انطلاقة هذا الاسم في هذا الصباح. شوفوا على الكادر الفوقاني شعار بن نايفة، وهذا شاهين ينطلق في أول الأشواط الصباحية بحثا عن تحقيق الناموس والانتصار. المركز الثاني الأناضول، على المركز الثاني خالد بن حمد بن عبد الله الزعبي المري على المركز الثاني، ينطلق بالمركز الثاني عليه الرقم 18،
وينطلق بشعار الزعبي باحثا ايضا عن تحقيق الناموس. يشوف المركز الثالث. نعطي المراكز الخمسه مره اخرى لحضراتكم، لهم حق الاعلان. مراكزنا الخمسه المنطلقه في شوط رئيسي، طبعا لازم نعلن المراكز الخمسه الاولى. المركز الثالث رقم 10 اللي بالمركز الثالث نشوان عبد الله بن محسب الراشد، شهوان الهاجري على المركز الثالث، والمركز الرابع شعار العجمي القادم من الكويت. على المركز الرابع نرحب بكل ضيوفنا في ميدان الشحانية هنا في دوحة الخير، نرحب بكل عشاق الأصالة في الخليج، نرحب بهم أجمل ترحيب. عندنا ريسينج اللي بالمركز الخامس الرابع بشعار سعود بن ناصر بن حسين العجمي، هذا شعار الفهادي على المركز الرابع قادم بكل قوة في هذا المسار. المركز الخامس يغير عز، أول إعلان لعز على المركز الخامس شعار السيد حمد بن عبد الله بن راشد بن عبد الله الزعبي على المركز الخامس، هذا خطير. رقم أربعة خطير 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 على المركز الرابع، يتابع هذا الشاب المميز، ينطلق مع عز حمد بن عبد الله بن راشد بن عبد الله بن قرح على المركز الخامس. نتيجة مبدئية أخرى متابعينا مشاهدينا الكرام، ولا زالت الزمول تنطلق بكل هدوء. راحت 4 كيلومترات، انتصفت مزافة الشوط، وبقي أمامنا 4 كيلومترات أخيرة عن خط النهاية وعن الناموس، عن الناموس وعن الانتصار وعن الفوز في هذا الصباح، في أول الأشواط الصباحية الخاصة بزمول الإنتاج وفحول المستقبل. فحول المستقبل، هذه الزمول ما وصلت إلى ما وصلت إليه من حضور في هذا الشوط إلا بإنجازات كبيرة تؤهلها لوجودها في هذا الشوط. خلاص شوط الزمول ما بعد شوط الزمول، أكبر سن في هذا العالم الساحر، في عالم سباقات الهجن، ما وصلت هذه الزمول إلى هذا الشوط إلا بإنجازات تاريخية، إلا بسجلات حافلة، يا سيارة يا فوز بشوط رئيسي يا أيضا رمز. على كل حال الكل يبحث عن تحقيق ناموس الشوط الأول في هذا اليوم، مع انتظار إن شاء الله الفترة المسائية. يا أخواني عندنا في الفترة المسائية رمزين وأشواط الزمول، والحين والزمول في أشواط الإنتاج، له الرمزين في الفترة المسائية إن شاء الله في تمام الساعة 1 بعد ظهر هذا اليوم، أشواط الرموز وأشواط السيارات في الفترة المسائية. يا سلام، نعود إلى مجريات شوطنا، إلى بن نايف اللي يحتل المركز الأول، المرتبة الأولى. راح كيلو بعد، راح كيلو، كل شوي كيلو إلى نصل خط النهاية إن شاء الله، والتوفيق على الله، التوفيق على الله يا أبو حمد. على كل حال بن نايف يحتل المركز الأول، المرتبة الأولى في صدارة ومقدمة الشوط، ينطلق في صدارة ومقدمة الشوط باحثا عن تحقيق الناموس والانتصار. بن نايف مع المركز الأول، يتابع بن نايف، يتابع، يراقب الأسماء، أسماء خطيرة والله يا بن نايف. الله يعينك اليوم بس، الله يعينك، الله يعينك، الله يعينك، يا سلام على المركز الأول، على صدارة ومقدمة الشوط، على المركز الأول شاهين بن نايفة، على المركز الأول على الصدارة. شوفوه كادر الوحدة بن نايفة، كادر الوحدة شعار بن نايفة، ولمسات مخرجنا المميز أيضا في هذا اليوم في هذا الصباح. يا سلام بن نايفة على مستوى المركز الأول، مرتاح في المقدمة لكن لا راحة في هذا الشوط يا بن نايفة. أعدك بأن الشوط بيولع عند روحة 1:30، بيولع الشوط، حضور الأسماء القوية قادمة في هذا الشوط. خلونا نشوف المركز الثاني، المركز الثاني أيضا بكادر لوحده على المركز الثاني، الأناضول، اسم جميل الأناضول، خالد بن حمد بن عبد الله الزعبي المري على المركز الثاني. والمركز الثالث نشوان عبد الله بن محسن بن راشد الشهواني الهاجري على المركز الثالث. المركز الرابع لازال محافظ على المركز الرابع، الفهادي لا يبحث هذا الفهادي عن المركز الرابع، يبحث عن ويش؟ يبحث عن تويوتا لاند كروزر بيك اب، جاي من الكويت من هناك، يبحث عن المركز الرابع، لا والله يبحث عن الناموس، يبحث عن السيارة. الله يوفق الجميع. على كل حال ريسينج سعود بن ناصر بن حسين العجمي على المركز الرابع والمركز الخامس، هذا الاسم الأول
معي يا سيد عبد الله بن جابر بن حمد بن جابر الحنزاب على المركز الخامس، وينطلق بالمركز الخامس ايضا باحثا عن تحقيق الناموس. انتهينا، خلاص اعلنا المراكز الخمسة الاولى على حضراتكم مرة اخرى للمرة الثالثة. والموقع وين محمد؟ الموقع وين؟ عند لوحة كيلو ونصف الكيلو. والله راح الشهواني، راح بالنايفة، راح بالنايفة. الأمور تسير من صالح هذا الشعار، شعار بالنايفة، شعار بالنايفة. الشوط الأول يا بالنايفة، الشوط الرئيسي. خلاص الشوط الأول غير، وناموسه غير، وفوزه غير، وانتصاره غير، وأيضا هذا الشوط الخاص بالإنتاج والله غير. يعني من المراح، من الإنتاج، من الإنتاج يا بالنايفة. يسألون من أين أتيت بهذا البعير، يقول من الإنتاج في شوط رئيسي. يا سلام، لوحة الإعلان، لوحة الكيلو متر الأخير. خلاص بدأنا بالهبوط التدريجي، هبوط تدريجي. عليكم ربط الأحزمة أيها المضمرون، أيها المضمرون الكرام، عليكم ربط الأحزمة والهبوط التدريجي. تعلن هذه الرحلة المميزة، رحلة من رحلات البحث عن الناموس على الخطوط القطرية وعلى الدرجة الأولى أيضا بالنايفة. على الدرجة الأولى تهبط هذه الطائرة بسلام، يهبط شعار بالنايفة. لكن خطير 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 يا بالنايفة، خطير اللي بالمركز الثاني. نشوان يا سلام. الناموس يا بالنايفة غالي، يا بالنايفة غالي. الناموس روح يا بالنايفة، روح الحين يا سلام. مبارك بالنايفة يتابع بكل ثقة، هذا المحلل المميز يتابع بكل ثقة. لكن والله خطير يا بالنايفة اللي بالمركز الثاني، خطير الناموس. Good morning يا بالنايفة، صباح الخير، صباح الناموس، صباح الانتصار. Good morning باللغة الإنجليزية. لكن السيارة لا تروح يا بالنايفة، لا تروح السيارة يا بالنايفة. يا سلام، شاهين بالنايفة، Good morning لبالنايفة، صباح الخير، صباح الناموس، صباح الانتصار. تهنئة خاصة على الهواء مباشرة نزفها للوالد حمد بنت رحيب بالنايفة الهاجري وأنجاله الكرام. تهنئة خاصة لزميلنا الإعلامي مبارك بالنايفة على هذا الفوز، فوز شهير وحصوله على الشوط الأول والسيارة والناموس والانتصار في أقوى أشواط الإنتاج في الفترة الصباحية. تهانينا والناموس. المركز الثاني، المركز الثاني نشوان عبد الله بن محسن بن راشد الشهواني الهاجري. المركز الثالث، ما قصر اللي بالمركز الثاني، بالفعل ما قصر نشوان. المركز الثالث الأناضول خالد بن حمد بن عبد الله الزعبي المري. المركز الرابع ريسينج، والله جاب المركز الرابع ريسينج أبناء الكويت، سعود بن ناصر بن حسين العجمي. تهانينا والناموس. المركز الخامس معي عبد الله بن جابر بن حمد بن جابر آل حنزاب. تهانينا والناموس متابعينا مشاهدينا الكرام، تهنئة خاصة على الهواء مباشرة نزفها للوالد حمد بن ترحيب بن نايفة الهاجري وأنجاله الكرام على فوز شاهين بالمركز الأول وحصوله على ناموس الشوط الأول الرئيسي والسيارة والانتصار في شوط حساس، شوط جميل جدا حققه هذا الشعار. تهنئة لأنجاله الكرام على هذا الفوز. التوقيت الزمني لحظة وصول إلى خط النهاية 13 دقيقة بدون ثواني 67 جزء من الثانية. هذا هو توقيت شاهين. تهنئة يا النايفة الكرام على هذا الفوز المستحق. بينما المركز الثاني 13 دقيقة والثانية 71 جزء من الثانية. صاحب المركز الثاني نشوان عبد الله بن محسن بن راشد الشهواني الهاجري. تهانينا والناموس، هذا اللي ما قصر. بينما المركز الثالث الأناضول بشعار خالد بن حمد بن عبد الله الزعبي المري. تهانينا والناموس. التوقيت الزمني لحظة الوصول إلى خط النهاية 45 جزء من الثانية و8 ثواني 13 دقيقة هو توقيت